أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا بكم أينما كنتم. الرأي الحر الثالث من شهر يونيو. الليلة سنبدأ طبعا من هذه الأحداث التي تابعتموها جميعا منذ صبيحة هذا اليوم حول الحدود المصرية الفلسطينية. بعض وسائل العربية طبعا لا تجرؤ على قول الحدود الفلسطينية وكأنها تخلصت من فلسطين التاريخية. على هذه الحدود كان هناك حادث اليوم، حادث أمني أو حادث تهريب مخدرات تحول إلى حادث أمني أو عملية لا أحد يعلم الحقيقة إلى حد الآن. الأحاديث على كل حال متضاربة بين الطرفين الإسرائيلي والمصري، لكن المؤكد مقتل 3 من جنود الاحتلال الإسرائيلي وشرطي مصري. ما دلالات هذا الحال؟ خصوصاً أن الإعلام الإسرائيلي كما قلنا يتحدث عن شرطي مصري وهو الذي أطلق النار إلى حد الآن. طبعاً قد تتحول الرواية لاحقاً ربما ويقال بأن هذا الشرطي هو شخص ارتدى زي الشرطة، لكن إلى حد الآن على كل حال حتى الرواية المصرية لا تنفي ذلك. هل تعمل إسرائيل برأيكم على استغلال هذا الحادث لاحقاً لدفع مصر للمزيد من التعاون أمنياً؟ طبعاً مصر مش مقصرة ما شاء الله عليها يعني، لكن ممكن تزيد. الحادث يأتي في ظل تقارب مهم وسريع بين إيران ومصر، وهذا يخيف بالتأكيد المحتل الإسرائيلي، ولعله سيستغل هذا الحادث ربما لجر مصر أكثر وإغراقها أكثر في التعاون الأمني وربما إبعادها عن إيران. وسائل الإعلام الإسرائيلية تردد في الفترة الأخيرة أن التقارب المصري الإيراني السعودي 3 دول يشكل خطراً على إسرائيل بشكل واضح وصريح. مرة أخرى إذن الحدود المصرية الفلسطينية، مقتل 3 من جنود الاحتلال وشرطي مصر. ما دلالات هذا الحادث وما هي الأسئلة المعلقة برأيكم والتي ربما لم يجب عليها كلا الطرفان المصري والإسرائيلي؟ حدود السلام بين المحتل الإسرائيلي ومصر تهتز وتلتهب. ما أدعوه فقط عندما نتناول مثل هذه المواضيع أن نتحلى بالمسؤولية. هذا برنامج طبعا برنامج الرأي الحر، يعطيك مساحة مفتوحة أن تقول ما تشاء، ولكن أن تراعي طبعا بعض الجوانب القانونية، وأعتقد أن جمهورنا الآن مستوعب كل هذه المسائل. الساعة الثانية الليلة سنخصصها لتونس. قيس سعيد يقول إن تونس قادرة، ركز معي، على أن تعطي دروساً لا أن تتلقى أي دروس من أي جهة كانت. شو تعطي دروس؟ دروس في ماذا يعني؟ في السياسة ما شاء الله المتعطلة، في الاقتصاد المنهار، في الوئام المفقود، في الديمقراطية التي تبخرت تحت أقدام السيسي ومنع تحت أقدام سعيد ومنعه يقول عدد من النشطاء. مشكلة فعلاً، دروس عن ماذا؟ الدواء يلتحق بالمواد المفقودة في تونس. الدواء الآن عملة نادرة. أزمة نقص دواء حادة تضرب البلاد واختفاء أدوية ضرورية من الصيدليات. ما يخشاه الكثيرون الحقيقة وأنا منهم بأن تونس تسير بسرعة صاروخية إلى ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، ونرجو ألا تصل إلى ذلك المستوى. المرضى يخوضون صراعاً محموماً للعثور على الدواء وسط عجز الدولة على استيراد كل احتياجاتها من الأدوية. قضية التآمر المزعومة على أمن الدولة تتسع والقائمة تشمل المزيد، يوسف الشاهد وشخصيات أخرى ضمن من يجب التحقيق معه. رئيس الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة ميلوني تزور تونس الأسبوع المقبل، والحديث أيها السادة يدور حول الهجرة. تونس واتساع الفشل كما يسميه البعض، من شح الغذاء إلى نقص الدواء وهلم جرة، والقائمة تطول ولا يبدو أنها ستتوقف ما دام قيس سعيد هناك في قصر قرطاج كما يقول منتقدون. سنعود لكل هذه النقاط في الساعة الثانية، لكن دعونا نبدأ من الحدود المصرية الفلسطينية وهذا الحادث صبيحة هذا اليوم ودلالاته.
أهلا بكم. أعلن المحتل الإسرائيلي مقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط برصاص شرطي مصري في اشتباك اندلع فجر اليوم عند معبر العوجة الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة. عثر على جندي وجندية مقتولين في موقع عسكري لجيش الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم، كما قتل جندي إسرائيلي ثالث والمهاجم الذي قيل إنه أحد أفراد الأمن المصري في وقت لاحق خلال عملية التمشيط. وقع الحادث بعد ساعات فقط من إحباط عملية تهريب مخدرات على الحدود كما تداولت الأطراف هناك. الجانب المصري ربط الواقعة بإطلاق نار وقع أثناء مطاردة مهربي مخدرات عبر الحدود. وقال المتحدث باسم الجيش المصري في بيان إن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حاجز التأمين. وأضاف أن العنصر تبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيليين وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران. من جهته جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إن من أسماه المخرب الذي نفذ الاعتداء على الحدود هو شرطي مصري، وأشار إلى أن جنوده يجرون عمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود مخربين آخرين حسب وصفه. وذكر جيش الاحتلال أن التحقيق في الحادث يجري بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. مقتل 3 جنود إسرائيليين إذن بالإضافة إلى شرطي مصري. ما دلالات هذا الحادث؟ هل ما حصل حادث أمني حصل بسبب التصدي لتهريب مخدرات كما تردد؟ أو استفزازات من قبل جنود الاحتلال لهذا الجندي المصري؟ أما أن ما حصل ربما عملية مدبرة، وإلى حد الآن يجري طبعا البحث والتحري والتحقيق. هل تعمل إسرائيل برأيكم عقب هذا الحادث على استغلاله لدفع مصر للمزيد من التعاون أمنيا؟ ما هي الأسئلة المعلقة إلى حد الآن ولم يتطرق إليها الطرفان الإسرائيلي والمصري ولم يجيبا عليها بنظركم؟ طبعا كل هذه الأسئلة موجهة لجمهورنا، لمن يود التعليق، الإضافة، التساؤل. طبعا نرحب مباشرة بمشاركاتكم، اللي عنده مشاركة جاهزة يتفضل يتصل. طبعا الأرقام تظهر على الشاشة تباعا أمامكم في أعلى الشاشة على اليسار. سيكون معنا بعد قليل الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، سينضم إلينا من القاهرة. وأيضا سينضم إلينا في وقت لاحق الأستاذ محمد أبو قمر وهو كاتب ومحلل سياسي من غزة. نحاول طبعا الإلمام بما حصل فجر هذا اليوم وخلال هذا اليوم. أيضا كما تعلمون طبعا المحتل الإسرائيلي يرى أن هذه الحادثة كبيرة وفارقة وخطيرة ومهمة، تجري كما يفترض أو هكذا يتوقع المحتل الإسرائيلي أن هذه الحدود آمنة، ولهذا ربما ظهرت حالة من الارتخاء كما قال بعض المحللين على جنود الاحتلال. لكن هذه الحدود، حدود السلام كما يطلق عليها، تحولت فجأة إلى ملتهبة. 3 من الجنود الإسرائيليين قتلى، بالإضافة إلى المهاجم، هكذا قيل، مهاجم طبعا، لأنه الاستفزاز كما قال بعض المحللين، الحقيقة الاستفزاز بدر من الجنود الإسرائيليين وليس العكس. والمثير هنا أن التركيز ينصب حول القتل من الجانب الإسرائيلي، والتركيز أقل الحقيقة على القتيل المصري، رغم أن قد يكون هذا، أنا أقول قد تثبت التحقيقات بأن هذا الجندي المصري أو هذا الشرطي المصري قد يكون تعرض للابتزاز والاستفزاز وإطلاق النار أولاً من الطرف الآخر. على كل حال المصريين يجرون الآن التحقيقات وسنرى لاحقا ما الذي يمكن أن يحصل. نرحب الآن بضيفنا الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق من القاهرة. دكتور الأشعل مساء الخير. تبعنا جميعا طبعا دكتور الأشعل، يا هلا بيك، تبعنا كل هذه الروايات منذ صبيحة هذا اليوم بين ما يقوله الإسرائيليون وما يقوله المصريون. أي الروايات برأيك الآن تبدو أقرب إلى ما حصل فعلا فجر هذا اليوم على الحدود المصرية الفلسطينية؟
الرواية الأقرب ليست في بيان الجيش المصري ولا في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية. الأقرب هي رسالة إلى الإسرائيليين بأنه مهما كانت العلاقات حميمة بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، فإن الشعب المصري والجيش المصري على عهده بالوفاء للوطن، وأنه يكره الإسرائيليين ومستعد يكون فيه كذا واحد من العساكر الذي أصابوا الإسرائيليين، واستشهاده كان شرفا كبيرا لأنه ينتمي إلى الجيل الذي ولد بعد نكسة يونيو. وأنا أعتقد أنه إسرائيل سوف تدرس الموضوع دراسة متأنية، وأشار البيان بتاع وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن القضية قضية أمنية تتعلق بأمن الحدود وتقصير مصر في رعاية هذا الأمن. ولكن الحقيقة أن الحكومة المصرية لم تقصر مطلقاً في أمن الحدود، وإنما رسالة واضحة أن سليمان خاطر يتكرر. يعني دكتور الأشعل، وكأني بك تميل إذن إلى أن هذا الحادث لم يكن عرضيا بقدر ما هو مدبر. لم يكن مدبرا، وإنما الكراهية في صدور الشباب خصوصا العساكر في الجيش المصري جاهزة، وبالتالي فتحتاج إلى ذريعة فقط لكي تنفس عن نفسها، وليس مدبرا. مدبر يعني معناه أن الحكومة المصرية دبرت الكلام ده. لا أتحدث، لا لا صحيح. لا ما أعنيه أنه ربما هذا الشرطي أو متعاونين معه قد يكونوا رتبوا لهذا الاستهداف، لكن الآن واضح ما تقوله أنت أن الحادث عرضي، ولكن هناك حالة من الكراهية بين الطرفين، وبالتالي الجانب المصري أو هذا الشرطي لم يستطع السكوت ربما على هذا الاستفزاز الإسرائيلي. وبعدين البيان المصري والإسرائيلي ولا العسكري المصري الذي استشهد قال لنا اليهود عملوا إيه فيه على عشان يستفز إلى هذا الحد. طيب يعني الحقيقة موضوع التهريب لم يتم توضيحه لا من الجانب الإسرائيلي ولا من الجانب المصري، أن هناك تهريب مخدرات تم التصدي لها والمواطن أو هذا الشرطي المصري أفشلها. لكن عندما يتم يعني محاولة تهريب مخدرات، كيف يتم تهريبها من معبر والواقع أو المنطق ربما يقول أنه قد يكون التهريب بعيدا عن مثل هذه المعابر؟ كيف فهمت مثل هذه النقطة؟ أنا أعتقد أن الذريعة دي ضعيفة جدا في بيان الجيش المصري، وإن ثابت أن إسرائيل تريد أن تحرق مصر بالمخدرات وتحرق شبابها، ولكن ليس الجيش الإسرائيلي هو الذي يتاجر بالمخدرات. اللي مات عساكر الجيش الإسرائيلي. بالضبط، هذا ما أردت أن أصل إليه دكتور الأشعل، واعذرني على المقاطعة. يعني الأقرب ربما للتصديق هنا أن الجنود الإسرائيليين متورطين في عملية محاولة التهريب. إذا كانوا متورطين يبقى النتيجة أفضح، بمعنى ذلك أن الحكومة الإسرائيلية نفسها تحس أو تساعد على التجارة بالمخدرات ويدخلها إلى مصر، بينما الحكومة المصرية تبث عبارات الغزل في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي لا تدرك الحكومة المصرية أن إسرائيل نشأت أصلا لكي تدمر مصر وتفنيها. طبعا نحن هنا لسنا فقط، أنا حتى أوضح النقطة التي أشرت إليها دكتور الأشعل منذ قليل، لسنا هنا لنقفز على التحقيقات، ولكن فقط نطرح أسئلة، لأن الحقيقة عملية التهريب من حيث المنطق
لا تتم من المعبر بس تتم من أماكن أخرى قد تكون خفية وقد تكون بعيدة، هذا أولا. ثانيا أين هم المهربون إذا وجدوا؟ يعني أين اختفوا؟ يعني القتلى هم جنود إسرائيليون. فكل هذا الحقيقة يقود ربما إلى ماذا أشرت إليه دكتور الأشعل يعني نعم. طيب لكن الآن يعني لماذا الحديث على الأقل من الجانب الإسرائيلي يتركز حول قتلاهم دون الحديث على أنه يجب البحث كيف قتل الشرطي المصري أو الجندي المصري والتحقيقات والطائرات في الهواء وغيرها؟ يعني كل هذا يتم حول تضخيم القتل من الجانب المصري من الجانب الإسرائيلي دون إعطاء ربما كثير اهتمام بهذا الشهيد أو القتيل من الجانب المصري كما يبدو. هو إسرائيل مصابة بالفزع من العسكري المصري. العسكري المصري سوف يتكرر في صورة هذا العسكري وغيره. هو ده نموذج للعسكري المصري الذي حفظ العقيدة القتالية التي حاولوا تغييرها، وهي أن إسرائيل هي العدو الأوحد للأمة العربية ومصر بالذات. فلذلك التحقيقات عايزة توصل إلى نتيجة. هم أولا بيصفوا مصر في إعلامهم وفي خطابهم السياسي بأنها عدو إنمي، بينما نحن يعني نصف إسرائيل بأنها صديق. وهذا ليس هناك تطابق بين الموقفين. طب دكتور الأشعل، إذا كانت الحكومة نعم دكتور الأشعل يعني تكرر موضوع العقيدة القتالية، الجيش المصري ما زال يحتفظ بما يسمى العقيدة القتالية منذ نكسة حزيران إلى الآن؟ طبعا هو ده الدليل على ذلك، أنه العسكري البسيط يعتنق هذه العقيدة. ولكن هذا حدث فردي. لا حدث فردي، لا هم هو اللي أزعج إسرائيل أنه مش حادث فردي. اللي أزعج إسرائيل أنه هو حادث متكرر. يعني يتصادف أنه أعلن عن هذا الحادث، فربما يكون هناك حوادث أخرى لا تريد إسرائيل أن تضخمها حتى لا تلفت النظر إلى أن الجيش المصري عدو إسرائيل. هو الحقيقة طبعا هذا يذكرنا حادث سليمان خاطر عام 85 وأيمن حسن في التسعينات وغيرها. ربما إسرائيل لم تتجاوز تلك الأحداث بعد، لكن السؤال الآن دكتور الأشعل كيف سينعكس هذا الذي حصل على العلاقة بين المحتل الإسرائيلي ومصر والحديث دائما على السلام وبأن الحدود آمنة؟ الآن إلى أين تتجه هذه العلاقة برأيك؟ لن تتأثر العلاقات بين مصر وإسرائيل لسبب بسيط، وأن مصر حريصة على عدم إشعال الموقف مع إسرائيل، وإسرائيل حريصة جدا على كسب مصر إلى صفها وتلبس على مصر، يعني تدعي أنها حليف ومع ذلك تمسك خنجر وتطعن مصر من الخلف في صور متعددة، منها سد النهضة على سبيل المثال. سد النهضة سيخرج مصر تماما من الجغرافيا والتاريخ. طيب الاحتلال الإسرائيلي الحقيقة في الفترة الأخيرة يحذر من التقارب الإيراني المصري ويتخوف من هذا الثالوث في المنطقة، إيران السعودية مصر. يقول الإعلام الإسرائيلي طبعا، والإعلام الإسرائيلي قريب من سلطة القرار في الكيان الاحتلالي، يقول بصريح العبارة أن هذه الدول الثلاث تقاربها لا يصب في مصلحة المحتل الإسرائيلي. هل ترى مصر ذاهبة بالفعل إلى تثبيت نوع من التوازن في المنطقة وعلاقات أيضا مع جميع الأطراف، أم أن هذه العملية ستدفع مصر ربما لي تخطو خطوة إلى الخلف في التسارع في تطبيعها مع إيران؟ ربما مصر بدأت في المسيرة
وأنا أعتقد الحكومة المصرية أكثر وعياً من هذه المؤامرات، والإيران وتركيا أفيد لنا من إسرائيل، ولكن لا تريد أن تقول ذلك صراحة، ولذلك سوف تفشل جميع المؤامرات الإسرائيلية التي تضيق ذرعاً بالتقارب بين مصر وإيران. طب دعني أختم معك دكتور الأشعل، وأنا سعيد بهذا الحوار. أنت أشرت إلى أن إسرائيل تريد إغراق مصر وتدميرها ربما بالمخدرات، برأيك محاولة التهريب هذه طبعا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، المصريون يعرفون ذلك والإسرائيليون يعرفون ذلك، هل هذا الحادث ربما سيقلل من تدفق هذه الآفة إلى مصر أم سيبقى الحبل على الجرار كما يقال؟ لا، لن يؤثر على مؤامرات إسرائيل على الشباب المصري. نعم نشكر الدكتور عبد الله الأشعل، نعتذر طبعا، استمر الاتصال جيد لكن آخر سؤال للأسف غدرت بنا الخطوط. نشكره على كل حال الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كان معنا من القاهرة، نشكره جزيل الشكر. سيكون معنا في النصف الثاني من هذه الساعة الأستاذ محمد أبو قمر، وهو كاتب ومحلل سياسي من غزة، أيضا أردنا أن نعرف ماذا يجري في الجانب الاحتلال الإسرائيلي، كيف يتعاطى مع هذا الحادث، ما هي التعليقات هناك والتعاطي أكان الإعلامي أو السياسي مع هذا الحدث. نستقبل الآن مشاركاتكم طبعا، لكل من يود أن يدلي بدلوه، أن يضيف، أن يعلق، أن يحلل، أن يؤول ربما الذي حصل. شيماء القرني تقول السيسي وإعلامه يعتبرون الجندي الذي قام بواجبه اليوم على الحدود قتيلا، دولة الاحتلال تعتبره مخربا، ولكن هذا البطل كان يعلم ما تفعله دولة الاحتلال يوميا بأشقائه الفلسطينيين، ويسمع الصهاينة يقولون بأن السيسي هو هبة الله لهم على أرض مصر، لهذا يحتسبه أغلب شعب مصر عند الله شهيدا، كما تقول طبعا شيماء القرني. عبد الله مساء الخير، وأرجو من الجميع رجاء الاختصار حتى نستقبل أكثر عدد ممكن من المشاركات. عبد الله تفضل. السلام عليكم يا أخي صالح. وعليك السلام. والله يا أخي صالح يقولوا أسمع كلامك صدقك أشوف أمورك أستغرب، يعني مش بعد مصر يعني كحكومات، يعني مش كشعب، يعني كحكومة المصرية، يعني يعني يفكر في استماع خاطر زمان هون قال اشنك روحها في الحبس مسكين الله يرحمه. يعني النظام المصري هذا موالي لإسرائيل على طول. يعني طيب نتحدث عن الحادث، دعنا من رأيك من النظام المصري هذا الحادث. أنت كمواطن عربي يا جماعة شوية عمق، هذا ما نبحث عنه. أنت كمواطن عربي تابع في حادث على حدود فلسطينية مصرية يسيطر عليه الاحتلال الإسرائيلي، كانت آملة لسنوات، فجأة يقتل 3 من جنود الاحتلال في عملية إلى حد الآن ما زال التحقيق جاري حولها، ولا أحد يعلم كيف أقدم هذا الشرطي المصري على استهداف هؤلاء 3. كيف تتابع أنت هذا الحادث كمواطن عربي؟ تفضل. أنا نأيد أن قتل الإسرائيليين هذا ما يعني. لا دعنا من التأييد أرجوك، لأن هذا يضعنا في مطبات قانونية. تأيد ولا لا تؤيد دعه في داخلك، لكن حلل لي هذا الحادث ماذا يعني للمنطقة. ألو، شكرا لك. عبد الله من ليبيا، يبدو الخط للأسف غير واضح بالشكل الكافي. يا جماعة لسنا هنا لنؤيد أو لا نؤيد، هذا موضوع دعه يعني يخصك، لكن نحلل. هذا حادث أمني مهم لا يتكرر دائما، نعرف بأنه طبعا حصلت كما قلنا حوادث سابقة، سليمان خاطر في 85 وأحمد حسن أيضا في التسعينات، وحادث أيضا منذ سنتين أو 3، لكن هذه حدود تسمى حدود السلام بين المحتل الإسرائيلي ومصر، وينظر إليها بأنها آمنة، وهناك مع ذلك طبعا المحتل الإسرائيلي قام سياج في محاولة لتثبيت الأمن، ومع هذا تحصل مثل هذه الحوادث. كيف ينظر الاحتلال إذن الإسرائيلي لأهم دولة طبعت معه وهي مصر؟ إذا كانت مصر الوضعية معها بهذه الشاكلة، كيف ينظر للدول العربية الأخرى إذن اللي فاتحة أحضانها وتتصور أن المحتل الإسرائيلي حبيبها وخليلها؟ طيب
بالطيب يقول الجيش كان وراء عملية سليمان خاطر والجيش هو وراء عملية اليوم، الهدف إضعاف هيبة السيسي أمام حاميه الصهيوني لإسقاطه. شو بالله عليك التحليلة؟ أنا لا أدري كيف يا أبو الطيب يعني تفكر بهذه الطريقة، مع الاحترام طبعا والتقدير لك. يكون في علمك أن الجيش لا يستطيع الوصول إلى الحدود، هذا شرطي، يعني الجيش المصري وفق اتفاقيات كامب ديفيد لا يستطيع الوصول إلى الحدود، وهذا الذي قام بهذه العملية هو شرطي، يعني شرطي يعمل في العملية حتى يسقط السيسي. كيف يعني؟ أنا لا أدري البعض كيف يفكر. شكرا لك على كل حال. فتحي من ليبيا. السلام عليكم. وعليك السلام. خير يا أستاذ صلاح. يا أهلا بك، تفضل. والله إني أرى في الموضوع في ثلاثة سيناريوهات ممكن. السيناريو الأول يما فعلا في عصابة مخدرات والعصابة هذا مقتلوا الشرطي والشهيد الشرطي المصري والنزاس والصهاينة ثلاثة. السيناريو الثاني هذه نقطة مهمة. فتحي خليك معي، هذه نقطة فعلا نعم. مهمة ولم تذكر، يعني تود القول كان هناك عصابة وتمكنت من قتل الجميع من كانوا في البوابة، الجنود الإسرائيليين والمصري. هذا سيناريو. ولكن الإسرائيليين تاني. لكن الإسرائيليين فقط حتى أوضح لك، الإسرائيليين وجدوا نعم الجندي والجندية قتيلين واستمروا لساعات قتل. على فكرة هذا يحتاج أيضا إلى التعليق، لأن الإسرائيليين عادة سريعين في الوصول إلى قتلهم، هذه المرة ساعات طويلة حتى جاءوا إلى القتلة. لكن القتيل مزبوط. القتيل الثالث مزبوط. الإسرائيليين قال لك قتل لاحقا في النهار في وضح النهار في اشتباك مع المسلح المصري، وتو هم الجميع ماتوا والله أعلم تو. لكن سيناريو الثاني يا أستاذ صالح سيناريو الثاني اللي هو عامل وطني اللي هو يعني علي وما يعني وسليمان خاطر مش بعيد علينا، يعني عامل وطني اللي يفعله في القدس والانتهاكات، يعني عامل وطني وشهيد بإذن الله. السيناريو الثالث الاستفزازات الصهيونية لأن هم قريبين من بعض يستفزوا فيهم أستاذ صالح الصهاينة هادهم، يستفزوا في المصريين. يعني في واقع قبل أخذوا العلم المصري ومجندة وقعدت يعني تمسح في حذاها، والبعيدة يمارسوا في الرديلة قدامهم، يعني هم يستفزوا. يعني أرى أن هذه واحدة من سيناريوهات ثلاثة ممكن، الله أعلم، وإن شاء الله عند ربي شهيد. شكرا لك، أشكرك فتح من ليبيا. شكرا لك. هو أيضا سؤال يطرح ربما في سياق ما يتحدث عنه فتحي. الشرطي المصري، أنت تصور في عندك عصابة، هكذا قيل طبعا، التهريب كان سيتم من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب المصري، صح ولا لا؟ ركزوا معي. لكن القتلى سقطوا في الجانب الفلسطيني، والمهربين مش واضحين وين أين اتجهوا، اتجهوا إلى مصر، تمكنوا من الدخول أم عادوا القهقرة إلى داخل فلسطين. لكن المسلح المصري أيضا كما قيل، هكذا الإسرائيليين قالوا، عندما اشتبكوا معه كان في الجانب الفلسطيني، إذن في الشق الآخر من الحدود. طيب كيف، لماذا أقدم الشرطي المصري على دخول الجانب الفلسطيني؟ يعني بالمنطق أنت تشتبك في مكانك إذا جاءوك، لكن أنك تتقدم إلى الطرف الآخر بحجة أنك تطارد من؟ المهربين. طيب المهربين مدام رجعوا خلاص، أنت يعني أنت تحمي الجانب المصري، فلماذا تدخل؟ يعني كلام فتح في جانب أيضا من المنطق. قد يكون هذا الشرطي المصري أراد أن ينفذ هذه العملية، أنا أقول قد في إطار تحليلنا طبعا، لأن الدخول إلى الجانب الفلسطيني لا يبدو مقنع بالنسبة لي شخصيا في مطاردة المهربين بين ظفرين. أنت تمنعهم من دخول إلى مصر، لكن أن تدخل وتطاردهم في داخل فلسطين المحتلة لا يبدو السياق التهريب الحقيقة مقنع. وحتى الدكتور ربما منذ قليل عبد الله الأشعل تحدث عن هذه الجزئية دون تعمق، لا أدري إذا كان كلامي واضح ولا لا. فهل الشرطي المصري أراد أن يقوم بما قام به؟ لا أحد يعلم، لأنه الشرطي الآن طبعا قتل كما قتل ثلاثة من جنود الاحتلال. توفيق عن طريق الواتساب يقول مهما كانت دوافع وملابسات هذا الحادث الأمني الحدودي
يجب على إسرائيل أن تفهم بأنها لن تنعم أبدا بالأمن ما لم ينعم به شعب فلسطين المضطهد والمظلوم من هذا الاحتلال. عبد الله من فلسطين يقول: أين موقف النظام المصري من الصهاينة الذين تركوا الشهيد بملابسه الداخلية أمام كاميرات الصحفيين؟ لماذا لا يحتج النظام المصري لدى الصهاينة ويرفض التعاون في التحقيق معهم؟ طيب، على كل حال التحقيقات جارية. نرحب الآن بضيفنا الثاني في هذه الساعة، ينضم إلينا الأستاذ محمد أبو قمر الكاتب والمحلل السياسي من غزة. سيد أبو قمر، مساء الخير. مساء الخير، يا أهلا بك. طبعا ساعات طويلة ونحن نتابع تحليلات حول هذا الحادث الذي حصل على الحدود المصرية الفلسطينية. هل تبدو لك الرواية الإسرائيلية لما حصل مقنعة، وبأن الشرط المصري تقدم إلى الجانب الإسرائيلي وقام بما قام، وبأنه جرى الاشتباك معه لاحقا وقتل وتسبب أيضا في مقتل جندي إسرائيلي ثالث في الجانب الآخر من الحدود، أي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 48؟ أنا أعتقد أنه مهما كانت الرواية الإسرائيلية، لكن الحدث هذا ربما يعيد طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي إلى مسار صحيح، وهذه نقطة مهمة جدا. يجب أن تكون التركيز الأساسي القضية التي حدثت هذا اليوم، هذا من جانب. من الجانب الآخر له علاقة بأن هذا الحدث يعني يشكل إنذار مهم جدا، وربما كل الأضواء الحمر تكون اشتعلت لدى الجانب الإسرائيلي من هذا الحدث الذي ربما يأتي في وقت مهم جدا وحساس. مهم لماذا؟ لأنه الآن ربما هناك مناورة إسرائيلية تتحدث عن المناورة تحاكي حرب على الكثير من الجبهات، متعددة الجبهات، تسمى اللكمة القاضية، لكن ربما ما بات خافيا على الاحتلال ولم يكن بالحسبان أن هذه اللكمة القاضية أتته من مكان لم يمكن له أن يتنبأه في السابق، وبالتالي هي ربما إعادة تشكيل ربما كل حسابات الاحتلال من هذه الزاوية. وبالتالي الحديث اليوم هو بعيدا عن الرواية الإسرائيلية، لكنه هو كان مؤلم للاحتلال، هو كان مهم على إعادة الوعي العربي لطبيعة الصراع الاحتلال الإسرائيلي، وله الكثير من المفاهيم من خلف هذا الحدث، على اعتبار أنه أيضا في حسب المعطيات والأخبار أن الحدث لم يكن استعداد إسرائيلي لهذا الحدث، تم الحدث ربما مقتل الجندي ووصلت وقت ربما الحدث بعد مؤخر أيضا كان ربما بين قوسين يعطي أريحية في مثل هذه الأماكن وغير محصن وغير متأهب لأي ضربة، يعطي مؤشر بأن أيضا ربما دخول الجندي باتجاه نقطة أخرى له علاقة بغياب ربما الرقابة الإسرائيلية عن هذا المكان. وبالتالي أعتقد في الأساس هذا الحدث يعيد الصراع العربي الإسرائيلي لطبيعته، ربما هذا فقدناه منذ سنوات طويلة. لكن هذا الحادث سيد أبو قمر، ألا يكشف بنظرك خلل أمني ما في الجانب الإسرائيلي، على الأقل في هذه المرحلة قبل أن تعطى كل ملابسات ما حصل، أن يقتل جنديان إسرائيليان ويستمر القتل في مكانهم لساعات طويلة قبل أن يهتدي إليهم الإسرائيليون، ثم يحصل اشتباك ثاني ويقتل جندي ثالث من قبل جندي أو فرق يعني شرطي مصري واحد، يعني ألا يطرح هذا نقاط استفهام عديدة في الجانب الإسرائيلي برأيك؟ هذا أنا كما تحدث يشعل كل الأضواء لدى الاحتلال. أن الاحتلال الإسرائيلي من صح التعبير رخوة منطقة الحدود المصرية مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي لأنه نتحدث عن 200 كيلومتر، المساحة ليست بالهينة، وهو ثاني أطول حدود بعد الحدود الأردنية الفلسطينية. هذه المساحة الطويلة ربما كان الاحتلال ركز عليها في السابق عام 2010 عندما أقام
جدار إسمنتي خشية مما وصفه أو مما وصفه العمليات الإرهابية، لكن ربما في السنوات الأخيرة الاحتلال أعطى نفسه بعض الطمأنينة من هذه المنطقة، وهذا ما لم يكن بحسبانه هذا اليوم. والمؤشرات تقول أن أريحية ربما إطلاق النار من قبل الجندي المصري كانت تشير إلى أن الاحتلال غائب عن هذه المنطقة بشكل معلن، وهذا ربما الأخبار التي تشير إلى أن الوصول إلى جثة الجندي والجندية وصل ربما بعد ساعات كثيرة من فقدان الاتصال بهم أيضا يعطي مؤشر بغياب ربما الحظر الأمني الإسرائيلي من تلك المنطقة. لكن ربما الحديث بالإضافة إلى الإخفاق الإسرائيلي، وأعتقد بعض الترجمات التي تبعناها قبل قليل تتحدث عن تشكيل لجان للتحقيق في إخفاق الاحتلال بفض هذا الهجوم كما يتحدث الإعلام العبري، الأهم أن الاحتلال العبري يخشى من تكرار التجربة، بمعنى الاحتلال دائما يخشى أن يكون من نفذ هذه العملية وهو الجندي المصري أن يكون ملهم للكثير من الجنود في المرحلة المقبلة، وبالتالي هذا يشكل خطر كبير على ربما منظومة الاحتلال. هذا من جانب. ومن جانب الآخر، عندما كان الاحتلال يجري هذه الأيام مناورة اللكمة القاضية باتجاه حرب متعددة الجبهات، نتحدث عن غزة، عن الضفة، عن جنوب لبنان وربما سوريا، يكون بكل حسبانه أن يكون اللكمة القاضية تأتي من سيناء، هذا أيضا يشكل ضغط كبير على ربما جيش الاحتلال، وأنه يعيد حساباته من جديد لبعض المناطق التي كان يعتقد أنها آمنة وأنها لا تشكل أي خطر عليه. إلى حد الآن الإسرائيليون يؤكدون على تعاون الجانب المصري في التحقيقات، لكن المثير أن على الأقل إلى حد هذه الساعة ما علمناه أن جثة الشرطي المصري لم تسلم بعد إلى جانب المصري، يعني كيف يقبل المصريون التحقيق ولم يستلموا بعد جثة الشرطي المصري؟ يعني أنا أعتقد بعيدا عن البعد الرسمي ما بين النظام المصري وبين جيش الاحتلال، هذه ربما ديدن الاحتلال أن أي عملية تتم طرف الاحتلال يكون احتجاج جسدي، وهذا ما شاهدناه في أكثر من جانب. الجانب الأول كان باحتجاز الجسدين الشهداء الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات في الضفة المحتلة على سبيل المثال، وربما شاهدنا قبل فترة أيضا احتجازه من النائب الأردني، وكان هناك جولات ربما طويلة لحين عادته إلى الأردن قبل عادته إلى الأردن، وهذا الفعل يتحد الاحتلال مع الجميع سواء مصر أو الأردن أو السلطة حتى والشعب الفلسطيني. الآن الأهم في هذا الإطار بعيدا عن التعاون الجانب المصري بشكل رسمي في التحقيقات، وهو ربما نظرا لاتفاقية السابقة ما بين الاحتلال ومصر هو ربما يتعامل في التحقيق بشكل رسمي، لكن الآن القشية من الخروج عن المألوف بالنسبة للاحتلال، بمعنى أن يتجرأ الكثير من الجنود المصريين ليهاجموا نقاط إسرائيلية على الحدود، وبالتالي يشكل إزعاج كبير ومتواصل للاحتلال الإسرائيلي. وأعتقد أن عملية اليوم مهمة جدا، يمكن قراءتها من حيث التوقيت أنه جاء في فترة الاحتلال ولا يعمل يعني أي حسابات أمنية في منطقة مصر أو منطقة سيناء. الأمر الآخر له علاقة بأنه لم تكن هناك صادقات كثيرة في هذا السياق، وتخشى أن يكون هناك أن هذه العملية بشكل صادقة. الأمر الآخر أنه يعيد حسابات الاحتلال ب ربما تعزيز هذه المنطقة الأمنية، ونحن نتحدث عن 200 كيلو، وبالتالي هذا سيكون الكثير ربما من الأموال والتعزيزات والإجراءات التي تصل به إلى محاولة تأمين المنطقة في الحدود المصرية. أختم معك سيد أبو قمر، أنت كررتها أكثر من مرة كلمة عملية، وهناك فرق طبعا، حتى الجانب الإسرائيلي والجانب المصري أكد على أنه حادث وليس عملية إلى حد الآن، أنت تميل إلى أنها عملية، وهذا واضح طبعا ما تعنيه كلمة عملية؟ طبعا أنا لا أستبعد في الجانب التحليلي أنه إقدام بين قوسين، حتى لم يعجب هذا المصطلح ربما الجهات الرسمية المصرية أو الإسرائيلية، فإنه عمل قومي في كل الأحوال، هذا هو عمل قومي دفع الشرطي المصري باتجاه المنطقة. حتى كل الرواية المصرية كانت تتحدث عن أن
الشرطي ذهب باتجاه ملاحقة مهرب، وبالمنطق لا يكون شرطي واحد يلاحق مهربين على سبيل المثال. وبالتالي أنا أعتقد الدافع حومي، الدافع له علاقة بالعداء مع الاحتلال، لكن بطبيعة العلاقة الإسرائيلية المصرية والعلاقة بين النظام المصري وحكومة الاحتلال ووجود السلام ربما وحركة السياح الإسرائيليين إلى طابة وشرم الشيخ تدفع باستبعاد هذه النظرية بالبعد الرسمي حتى لو كان أمام وسائل الإعلام. لكن في النظر إلى البعد التحليلي فهو لا يمكن لأي ربما مواطن وليس محلل أو صحفي أن يقرأ الحادثة بعيدة عنه عمل دفع ربما الجندي المصري باتجاهه. وهذا يفسر أن وجود نقطتين للمواجهة، النقطة الأولى كانت مع الجندي والمجند ومن ثم ذهب إلى نقطة ثانية. أعتقد قراءة المشهد غير هذا المفهوم ربما يثير علامات استفهام كثيرة، ولكن هو مبرر لدى الجانب المصري والإسرائيلي بأنه يريد الحفاظ على طبيعة العلاقة التي بنوها خلال السنوات الماضية بعيدا عن أي عمل له علاقة بعملية أو إقدام مسلح ما بين الحدود المصرية الإسرائيلية. السيد محمد أبو قمر الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من غزة، نشكرك جزيل الشكر. أعود للمشاركات، معي مشاركة عبر الواتساب، محمد من فلسطين يقول: هذا الجندي المصري الشهيد عبر عما يجيش في صدره وصدر الشعب المصري تجاه الإجرام الصهيوني في المسجد الأقصى وما تفعله هذه العصابات في الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير ومصادر الأراضي، وهذا هو شعور الشعوب العربية وليس شعور الرؤساء العرب كما يقول هو بالطبع. أبو وليد من الأردن يقول: ما حدث اليوم هو تصرف فردي من مواطن مصري يحب فلسطين وعبر عن ذلك بما فعل، أما الرواية المصرية مش صحيحة، ولو كان ذلك أين المهربون؟ هل ابتلعتهم الأرض؟ يقول أبو وليد من الأردن. هادي مساء الخير. مساء الخير، يا هلا بيك. أريد أن أقول أن اليوم أعتبره يوم سعيد للعرب والمصريين ما فعلوا. أعتقد في أغلب الظن أنه قام بعمل وطني وقومي حتى وإن كان بطريقة فردية. إن عمل هذا الأمر دفاعاً عن نفسه فهو أيضاً يعني عمل قومي، ولكن إن في هناك نقطة، إن عمل هذا الأمر دفاعاً عن نفسه فأنا أعتقد في هذه الحالة ربما تريد أن إسرائيل أن ترسل رسالة إلى مصر بأنها ربما لن تسمح أو تهدد مصر إذا مضت مصر قدما في تطبيع علاقتنا بإيران، فتريد أن تكون هناك حجر عثرة أمام تطبيع العلاقات المصرية الإيرانية. ختاما نقطتين أريد أن أقولهم إذا سمحت لي. فضل. أنا أعتقد أن التوازن العسكري لإسرائيل مع العرب فاعتقادي هو أساسا مع مصر، وأيضا يعني إحقاقا للحق أريد أن أقول أن في حال صحيح أن لا يوجد الشعب المصري لا يقبل تماما أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، ولكن أيضا إحقاقا للحق يجب أن نقول أن أنا في رأيي أن الدولة نفسها لا تسمح بالتطبيع الشعبي بين مصر وإسرائيل، هي تريد أن يكون التطبيع بينهم فقط على المستوى السياسي، وأن كنا أيضا نرفض ذلك. شكرا لك هادي من بريطانيا. عبد العظيم من الأردن يقول: الإعلام الإسرائيلي يمنع نشر أو التوسع في نشر معلومات حول هذه الحادثة، لا أحد يعلم حقيقة ما حدث حتى الآن وقد يتضح فيما بعد، وأنا أرجح يقول أن هناك احتقان بين الجيشين أو بعض أفراد الجيشين، لأن الجيش الإسرائيلي أحيانا يستفز أعضاء الجيش المصري ويحاول الجيش الإسرائيلي لصق الحادثة أو إلصاق الحادثة بالمهربين كما يقول. أبو أحمد يقول: الرواية المصرية غير صحيحة، هذا الشرطي المصري أخذته العزة فأطلق النار على الجنود الإسرائيليين. الحاج رضوان من ليبيا يقول: بدون معلومات واضحة من وزارة الدفاع المصرية أعتقد أن ما حدث باختصار أن الجندي المصري أثناء مطاردة مهربي المخدرات واجه جنود الاحتلال بالخطأ الذين بادروا بإطلاق النار فرد عليهم ظنا منه أنهم تابعين لأفراد عصابة المخدرات. أصلا يا جماعة الخير أنا ما أسأل، المهربين هم قادمين من فلسطين من الجانب الإسرائيلي، طيب تصدى لهم هذا الجندي المصري ففروا هاربين إلى الداخل الفلسطيني رجعوا يعني، فليش الشرطي المصري التحق بهم؟ يعني بالعقل أنا لا يبدو لي التحليل سليم، الشرطي المصري كان سيتوقف عند حدوده لأنه ما يعنيه هو أن يمنعهم من دخول مصر، هو ما عنده شغلة بهم يعني في وسط فلسطين. ف
فأنه يتدخل هناك ويطارد المهربين لا تبدو لي مقنعة للأمانة يعني. لكن طبعا نحن في إطار هذا الحوار. الحاج رضوان عن طريق الواتساب يقول: بدون معلومات واضحة من وزارة الدفاع المصرية أعتقد أن ما حدث باختصار أن الجندي المصري أثناء مطاردة مهربي المخدرات واجه جنود الاحتلال بالخطأ الذين بادروا بإطلاق النار فرد عليهم ظنا منه أنهم تابعين لأفراد عصابة المخدرات كما يقول الحاج رضوان. مصطفى من هولندا يقول: حسب قراءتي للحادث فإني أستبعد مسألة تهريب المخدرات وأذهب إلى أن الجنود الصهاينة أهانوا واستفزوا الشرطي المصري الذي انتصر لكرامته وانتقام الاعتداءات الصهاينة. يا جماعة لو القصة في النهار ممكن تقول لي استفزوه، لكن القصة راهي فجرا الناس نايمة يعني في الأصل. لا أدري، لا أدري الحقيقة يعني، هم مش لاقين الساعة 3 الصبح أو الفجر أو الساعة 2 حاجة يعملوها إلا أنهم يستفزوا الجندي المصري، لا أدري. علاء الدين من أمريكا، مساء الخير علاء الدين. نأخذ اللي بعده. سليم، سليم مساء الخير. سلام أستاذ صار، أهلا بيك، في أقل من دقيقة لو تكرمت. عندي تدخل على حكاية واحدة نقول فيها بالتونسية، على حكاية اليوم فقط بحاجة وطلعت غريبة من الغراي في تونس أم في هذا الموضوع، في موضوعنا نحكو في موضوعنا في مصر. تفضل. اليوم كشفتها في الحديث هذه الواقعة الصباح، طلعت الجيش المصري ممنوع عليه دخول أرض سيناء، ورغم اللي سيناء أرض مصرية يعني 100%. هذه 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 عزيزي وفق اتفاقيات كام ديفيد يعني، هذه معروفة. وهذه اتفاقية يعني اتفاقية عبارة على واحد يجي يقول لك لدارك يلزمني نقول لك شكون الدخل شكون بالدخليش في دارك. طيب على كل حال لسنا هنا لنغوص في هذه الاتفاقية، الاتفاقية عندها عقود الآن مبرمة. فيما يتعلق بما حدث سليم، عندك تعليق؟ بما حدث هو حسب رأيي عملية مدبرة حسب رأيي. أها، ليست حادث عادي؟ ليست حادث عادي حسب رأيي. شكرا لك سليم، أشكرك. أنا أدركني الوقت الحقيقة، لا وقت لدي لعرض المزيد من المشاركات. مصطفى من هولندا أشكرك، أبو خالد شكرا لك، عبد رب النبي من المغرب، أبو عزيز من ليبيا، أبو وسيم من المغرب، عبد الكريم زياني أو زياتي من المغرب، صالح من المغرب شكرا لك، عزيز من المغرب، الهاشم من السعودية، زيد من الأردن أشكركم جميعا، وآخرين أيضا، محمود من فلسطين أشكركم جميعا، ولكن عذروني للأسف في ساعتنا الأولى هذا ما سمح به الوقت. نتوقف الآن مع هذا الفاصل الإخباري ثم نعود للمشهد التونسي، فلا تذهبوا بعيدا. أبدأ هذا الموجز من مما ذكره الإعلام الإسرائيلي، يقول بأن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ حملات عسكرية واسعة قد تستمر أياما شمال الضفة الغربية. كل الأطراف الحقيقة تتوقع ذلك. المحتل الإسرائيلي أقضت مضاجعه قوة غزة وعنفوان غزة وقوة المقاومة فيها، وبأنه باتت أرض غزة محرمة على أي جندي إسرائيلي، لن يسمح أن يتكرر ما حصل في غزة أن يتكرر في الضفة، ولهذا كثيرون الحقيقة لا يستبعدون مثل هذه الحملة، وعلى الفلسطينيين الحقيقة أن يستعدوا، والمقاومة تعرف ذلك وهناك استعداد في الحقيقة. قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال يستعد لسيناريو ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة وتنفيذ حملات عسكرية واسعة قد تستمر أيام شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ليبيا الآن، حكومة الوحدة تستهدف بلدات أخرى في غرب البلاد بضربات طائرات مسيرة. كثفت حكومة الوحدة الوطنية ضربات الطائرات المسيرة ضد ما قالت إنها عصابات تهريب في المناطق الغربية، وهاجمت أهدافا في الزاوية وزوارة والعجيلات والماية. لكن الضربات التي بدأت قبل أسبوع طالت فصائل مرتبطة كما قيل بشخصيات معارضة لرئيس وزراء عبد الحميد الدبيبة، مما أثار غضب منتقدي حكومة الوحدة الوطنية ومخاوف من حصول تصعيد، هكذا قيل. في الشرق الليبي مجلس النواب يقول إن ضربات الطائرات المسيرة تستهدف تصفية حسابات سياسية، وأن إحدى هكذا يقول استهدف منزل عضو في البرلمان. إلى المغرب العربي الآن، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوجه رسالة لكل من المغرب والجزائر،
وجه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين رسالة إلى كل من المغرب والجزائر، دعا فيها البلدين لرأب الصدع وإنهاء الخلافات بينهما. ودع الأمين العام للاتحاد علي محي الدين القرداغي البلدين إلى التوجه نحو التعاون والتكامل في مواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة تلافيا للفتنة. يريد هذه الرسالة وهذه الدعوة الحقيقة تجد أذان صاغية، لأنه ما أحوج الأمة إلى المزيد من التلاحم والتقارب بدل الفتن والصراعات. إلى السعودية الآن، بن فرحان يزور طهران الأسبوع المقبل، ونحن نتحدث عن هذا التقارب الثلاثي مصر السعودية إيران. هذا ثالوث يرعب إسرائيل ويقلقها وتريد أن تكسره قبل أن يتحقق، وعلى العرب أن يستمروا في هذا. إيران نعم تتمدد في دول عربية، لكن بإمكان هذه المصالحات أن تدفع إيران بالخروج من هذه الدول العربية وأن تكون هناك مصالحات على أساس صحيح. أفادت تقارير إعلامية بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان سيتوجه الأسبوع المقبل إلى طهران حاملا الرسالة من الملك سلمان إلى الرئيس الإيراني بشأن تعزيز توسيع العلاقات الثنائية. بعجالة أختم بفرنسا، الخارجية تطالب بيروت برفع الحصانة عن سفيرها في باريس المتهم بالاغتصاب وممارسة العنف. دعت الخارجية الفرنسية نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن السفير اللبناني في باريس رامي عدوان، ووجهت الدبلوماسية الفرنسية هذا الطلب إلى بيروت لتسهيل التحقيق الذي يطاله بشبهة الاغتصاب وممارسات عنفية متعمدة في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في العاصمة الفرنسية. كان هذا آخر خبر، بعد الفاصل نتحول إلى تونس. الدواء ينضم إلى المواد الأخرى المفقودة في السوق التونسي، يا فرحة التوانسة، حتى الدواء ما عادش موجود، ويقول لك صانع التغيير وصانع محاربة الفساد ومحاربة ما عارف ماذا والاستقلال والسيادة، ولا أقبل أحد يتدخل في القرار التونسي. يا أخي وفر الغذاء وفر الدواء يا رجل، هذا ما يقوله الناس. أنا والله أوصل أصوات الناس. إلى أين تتجه تونس إذن؟ وهناك تحذير حتى من وزيرة المالية من إفلاس الدولة. سنعود إلى كل هذا على كل حال بعد قليل، فابقوا معنا.